أقامت المنسقية العليا للثورة اليمنية ندوة توعوية بمناسبة الذكرى السادسة لجمعة الكرامة التي توافق 18 من مارس، حين قامت قوات الرئيس المخلوع بقتل 54 معتصما سلميا بساحة التغيير في العاصمة صنعاء بإطلاق الرصاص المباشر عليهم بعد صلاة الجمعة من أسطح المباني والمنازل المجاورة للساحة. كان يوم جمعة الكرامة 18 مارس 2011 اليوم الدامي والأسود في ذاكرة اليمنيين، حيث عمل القناصة الذين أرسلهم صالح على التمترس في مبنى محمد علي محسن الأحول محافظ محافظة المحويت آنذاك، ومبنى البنك المركزي القريب من المستشفى الإيراني، فكان كل الرصاص موجهين رصاصاتهم على الشباب المدنيين والمسالمين في ساحة التغيير، فكان كل الرصاصات موجهة على الرأس والصدر والرقبة حتى سقط أكثر من 60 شهيدا في نفس اللحظة وأمام عدسات الكاميرات. وقد استعرضت الندوة مراحل النضال السلمي التي خاضها شباب الثورة والإرهاصات التي أدت إلى اندلاع الثورة بعد فساد دام 33 عاما من حكم الرئيس المخلوع. وأكدت الندوة على أن ثورة فبراير هي امتداد طبيعي لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، وأن تحقيق أهداف ثورة فبراير شيء حتمي يتبلور في نضال شباب الثورة الذين قدموا أرواحهم في جمعة الكرامة، وهم اليوم يبذلون دماءهم في ساحات المعارك وميادين النضال. شباب الثورة وقيادة الثورة والمكونات المخلصة التي رسمت أهدافها من ساحات الميادين إلى الجبهات إلى الجبال إلى التلال إلى الهضاب إلى البحار إلى كل مكان، ولهذا لا يمكن أن نقول في لحظة غفوة بأنه لم تحقق أهدافنا. أهدافنا تحقق بحمد الله سبحانه وتعالى. أهداف شباب الثورة في ثبات وتقدم مستمر، وكل المعطيات والمؤشرات تقول هذا. وذكر البيان الصادر عن منسقية الثورة أن المجازر التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والمخلوع هي امتداد لمجزرة جمعة الكرامة التي شهدها العالم وظل عاجزا حيالها، مؤكدا أن القصاص العادل لشهداء جمعة الكرامة يمثل الخطوة الأولى في استعادة هيبة القانون وعدالته المفقودة منذ سطى صالح وأركان حكمه على الدولة. لقد كشفت مجزرة الكرامة وأخواتها من المجازر والجرائم التي ارتكبها نظام المخلوع صالح بحق اليمنيين، وآخرها مجزرة الأمس في صرواح، الروح المتعطشة للدماء والتي يتمثل بها نظام المخلوع الذي ظل وما زال يمتص مقدرات الوطن وخيراته طيلة عقود من الحكم الاستبدادي قبل أن يتفنن في امتصاص دماء أبناء الوطن وثواره الأحرار. وتأتي الذكرى السادسة لجمعة الكرامة واليمنيون يسطرون ملاحم البطولة ويخوضون معارك الدفاع عن الوطن واستعادة الدولة والجمهورية من أيدي الإنقلابيين.